نقولها ونعودها، انتم رجال هذا حقنا مشروع، حقنا مشروع، هذا الحق تفروا، هذا الحق تعطيه الناس، ديانات السماوية تعطيه الناس القوانين الوضعية في العرض في كل البلاد، الغربية وغير الغربية، الإسلامية وغير الإسلامية. يا راجل احنا محسوبين في شاد، محسوبين في بوركينا فاسو، يبدو لنا في العاطفة ويتكسلوا علينا هنا أعلى. ديروا لنا مستشفى جامعي، قتلوا لنا التجميع على المستشفى الجامعي، ماناش حابسين، ماناش حابسين، يوم قدوة ماناش حابسين، هذا العطار هو اللي يجيبوا حق الجنوب وحق بسم الله الرحمن الرحيم. أقول للسلطات العليا في البلاد أن الخطاب الآن أصبح خطاب رسمي، وأصبح الكلام موجه للسلطات العليا. نحن لا نهدد، نحن لا نتخاذل على حقوقنا، نحن سنطالب بحقوقنا الشرعية للمنطقة ولأهل الجنوب. الجنوب يموت بالأوبئة، الجنوب يموت بالأمراض المنقرضة في العالم. عندما نسجل المحامرون والسلطة تسكت، عندما تصبح لساعات العقارب وباء وليست حوادث فهي الكارثة. أقول للسلطات العليا عوض أن تهدد الأشراف، عوض أن تهدد الأحرار، توجهوا إلى تحسين الصحة في الجنوب، توجهوا إلى تحسين المستشفيات، توجهوا إلى تحسين المؤسسات. إذا كان الأمر هكذا فنحن مستمرون في معارضة كل ما هو ضد الصحة. نريد مستشفيات، نريد مستشفى جامعي، نريد العيادات الجوارية أن تفعل، نريد أطباء، نريد محاصصة لنا في الكليات الطبية لأبنائنا ولبناتنا. نريد أن الصحة تتحسن. عندما يخرج علينا وزير، عندما يخرج علينا وزير ويقول أن هذه الحشرة حشرة مسالمة طيبة ما فيها والو، فهذه كارثة. ماذا تعرف أنت عن هذه الحشرة؟ ماذا تعرف؟ ماذا تعرف عن الجنوب؟ ماذا تعرف عن ورقلة؟ هذه حشرة عدوانية، هذه حشرة عدوانية، هذه عندها مدين الآن. أروح أقول يا وزير الصحة والله عندنا أقرب واحدة برك، ها هي وين؟ أروح أوقف هنا ونطلقوها حداك، نشوفوك إنسان عدواني ولا هي؟ وبالتالي ما لا تعرفونه عن الجنوب لا تتكلمون به. نحن نريد صحة، نريد مستشفيات، نريد مؤسسات، نريد طب، نريد أمور كثيرة. لا تستفزونا ولا تمتحنوا صبرنا، لا تمتحنوا صبرنا، لا تمتحنوا صبرنا، فإننا قد صبرنا وبلغ السيل الزبا. أنكم تهددوننا، تهديدنا عوضوه بالتحسين بالمستشفيات، وإلا نحن لا نخاف التهديد ولا نخاف المؤسسات القضائية تاعكم ولا نخاف أمنكم. إذا أردتم المؤسسات القضائية حاكموا من سرق أموال الجزائر، حاكموا من قتل أبناء الجزائر، حاكموا الذين قتلوا الأطفال بالمحامرون، الذين قتلوا الأطفال والرجال والنساء بداية الكوليرا في البليدة والتلفازة وفي الجزائر العاصمة. قاتلوا من أفسد المياه، حاسبوهم ثم حاسبوا الأحرار هنا في ورقلة في الجنوب. ورقلة ستبقى موطن الأحرار وكعبة الأشراف وكذلك قبلة الثوار. وزير مغربي قال نشوفوا العيون احسن من ورقنا والفهم يفهم. هذه الاولى. الثانيه جماعه كل زاريو تضربوا عليهم كي يمرضوا حتى يطلعوا العاصمه داو الشعب رجال الكبار. يا نمار يا شعب ورقلة يطالب بإعطاه ولاية، أنا ماناش ولاية، ويطالبوا باش يدخلوا في محيط الجزائر، ماناش في محيط الجزائر، رانا خارج مجال التغطية، رانا طالبوا بالدولة الجزائرية، ثم ظنوا بلي رانا انسانيين، نحن بالعكس نطالب بالانتماء للجزائر، مشاكلنا عندكم وكأنها مطالب في يعني فينا وهذه
بسيطة هذه مدينة البترول، كيف يا المنطقكم بهذه الكيفية وهذه الحياة اللي عايشينها؟ بالنسبة لكل المسؤولين نبهم أننا مستعدون للسجون، مرحبا بالسجون، مرحبا بالسجون، مرحبا بالقمع نتاعكم، تفضلوا، لكن ماناش مؤخرين. السلام عليكم. أنا محكورين، ما عندناش اللهم ما عندنا ما نقول، ويا ريت يا ريت هذا الشباب اللي راه نوبا يصلي نوبا يدير فاتحه نوبا كذا يجي نوبا يدير لنا وقفه ولا مسيره سكات الكلام حد يعني، وبعد السكات يكون ما يقول.